متابعينا متابعين اليوم السابع في كل مكان، منذ ساعات قليلة رحلت عن عالمنا فنانة قديرة نالت حب واحترام وتقدير الشعوب العربية، هي الفنانة دلال عبد العزيز. نحن الآن متواجدين في قرية فراغان تبع المركز درب نجبة بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الفنانة القديرة. احنا معانا أهلها وأقاربها وداخل منزل أسرتها بعزبة نعمان، اللي بنشاركهم يعني حزنهم على وفاة الفنانة. احنا بنقدم لكم خالص التعازي في وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وربنا يرحمها يا رب. احنا في الأول بس تعرف جمهور اليوم السابع لحضرتك، تفضل المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج سيد نعمان ابن عم الفنانة دلال عبد العزيز، الله يرحمها ويغفر لها ويرحمها يا رب. وطبعا الفنانة دلال عبد العزيز كانت بنت عمي، وكانت من الناس المحترمة جدا، وكانت مقيمة معنا يعني في المناسبات، وموجودة معنا في كل الأعياد وفي كل المناسبات الجميلة والكده. وطبعا هي كانت من مواليد العزبة هنا، وكانت طبعا بعد كده اتنقلت للزقازيق مع والدها، كان مدير عام بالتربية والتعليم، واخدت السنة والإعدادي والجامعة من جامعة الزقازيق، بكالوريوس زراعة وجامعة الزقازيق. وبعد كده اتجهت طبعا للتمثيل، وكانت ظروفها طبعا أحيانا بتسمح إنها بتيجي في المناسبات، وكانت أحيانا ما بتسمحش، بس كانت على اتصالات دايما طبعا بكل أفراد العيلة وأفراد العزبة، بتعرف طبعا كل الأخبار، وبنطمن دايما عليها، والحمد لله ما كانتش بتتأخر عن الجميع في أي مناسبة وفي أي حاجة حقيقة. وكانت من الناس طبعا الطيبة جدا، اللي هي كانت يعني بتمد ايدها لأي حاجة فيها خير يعني لأي حد. وخلال فترة مرضها طبعا، هي طبعا خلال فترة مرضها ما كانش في اتصال بينا وبينها، كان في الاتصال كله بينها وبين الأستاذ محمد عبد العزيز نعمان أخوها، لأن طبعا هو اللي كان المباشر الوحيد لها، وكنا بنطمن منه عليها. وطبعا كانت الظروف صعبة جدا بالنسبة للمرض بتاعها، لأن كانت تمنع أي حد من لقائها يعني وكده. وطبعا كنا بندعو لها دايما بالشفاء، وإن ربنا يطول عمرها وكده، ولكن أمر الله قدر أمر الله ونفذ، وده طبعا قدر مكتوب علينا جميعا. وندعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وربنا يغفر لها رب ويرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب يا رب العالمين يا رب. طب لو تكلمونا هي عن ذكريات الفنانة وهي صغيرة، هي تربت هنا زي ما حضرتك ذكرتوا، تربت في البيت اللي احنا موجودين فيه، نعم، ونشأت هنا في العزبة. لو تكلمونا عن مرحلة الطفولة وليها كم أخ وأخت هي لا أخ واحد وأخ وأخت تانية واحدة بس. الله يرحمها. هي ماني موجودة ماني يا عم؟ لا، هي لا أخت واحدة وأخ واحد تاني بس. أما طبعا طفولتها كانت طبعا طفولة طبعا موجودة في العزبة، بتلعب مع الصغير والكبير، وترعرعت بين شباب العزبة، إخواتها وعمامها وولاد عمامها، وكانت بصراحة من الناس يعني اللي هي ما شفناش منها إلا كل خير يا رب. ربنا يرحمها. طب رب. حدثنا حضرتك يعني عن مرحلة الطفولة وذكريات الطفولة، نتعرف حضرتك السلام. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. البقاء والدوم لله، ربنا يتغمدها برحمته ويتجاوز عنها. معك خالد محمد نعمان ابن عمها. بالنسبة لها الله يتجاوز عنها يا رب ويجعل مسواها مأواها الجنة. هي طبعا بالنسبة لطفولتها نشأت بين عمامها وأبناء عمومتها، استقت منهم المحبة، لأن احنا كلنا أسرة واحدة، احنا كلنا بولاد عمام يعني، ده ابن عم ده وده ابن عم ده، وأحيانا يبقى ابن عمه وابن عمته في نفس الوقت. فالحمد لله يعني العائلة عائلة عريقة، لها اسمها ولها عاداتها وتقاليدها، فهي الحمد لله يعني استقت منهم وشربت منهم الأخلاق الحميدة والسمعة الطيبة والحب الناس والتواصل مع المجتمع بتاعها. هي كانت الله يرحمها يعني كأي طفلة مبسوطة، إن هي كانت يعني لما تيجي هنا
لما انتقلت الى الزقازيق وتيجي هنا كانت تبقى الفرحه مش ساعاها يعني، في وسط العائله واللعب والجري في مع اولاد عمومتها واهلها. بحكم بقى يعني تدرج عمي الله يرحمه لدرجه مدير عام في التربيه والتعليم وانتقل الى الزقازيق من فتره طفولتها، لكن التواصل ما كانش بينقطع لغايه ما طبعا كملت بقيه دراستها الثانويه والجامعه في الزقازيق، ثم انتقلت الى القاهره بحكم العمل الفني بتاعها. وعلى طول عمي عمد محمد بيه اخوها بان هو يكون متواجد معها هو ووالدتها بصفه دائمه، وعمي الله يرحمه بعد ذلك انتقل للعيش معها في القاهره. هي كانت الله يرحمها يعني هي سواء في وجود عمي او بعد وفاه عمي كانت على طول في تواصل معانا الحمد لله. ما بتتركش اي واجب، صاحبه واجب. ظروفها ما سامحه ان هي بتيجي على طول نلاقيها طبت فجأة علينا، وكنا نبقى سعداء حتى لو كنا في حالة حزن بنبقى سعداء من احنا شفناها وجت لنا يعني. ظروفها ما سمحتش، فعلى طول هي على طول بتواصل تلفونيا مع ابن عمها العمدة محمد بن نعمان، محمد صلاح نعمان، يعني أفراد العائلة اللي هي مثلا في تواصل معانا بالتليفون، تطمئن على الظروف، تعزينا، تبارك لنا في افراحنا لو هي ظروفها ما سمحتش. فهي الله يرحمها يعني كانت صاحبه واجب كبير وربنا يتجاوز عنها.